أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب. أنشطة ثقافية متنوعة انطلقت من الساحل الغربي وبقية المحافظات المحررة، هدفها غرس قيم الولاء الوطني في نفوس النشء والشباب، وخصوصا في المناطق التي بثت ميليشيات الحوثي الإرهابية سمومها فيها من خلال ملازم الهالك حسين الحوثي التي تعتبرها الجماعة موجهات طغت على ما دونها، حتى أنهم استبدلوا القرآن الكريم بها وشرعوا في تسميم عقول الشباب بفكر عنصري متعصب هدفه خدمة جماعة لا تؤمن إلا بنفسها وتدعي كذبا أحقيتها في حكم الشعب والتفرد بالسلطة دون غيرها، وتلجأ للطلاب والشباب الذين يعتبرون الأكثر تأثرا بفكرها، والذي تزينه بآيات من القرآن الكريم، والقرآن منها بريء براءة الذئب من دم يوسف. تكريس مبدأ الولاء الوطني والتنشئة السليمة للطلاب والشباب انطلقت بجدية هدفها غسل ما علق في أذهان الشباب والنشء منذ دخول ميليشيات الحوثي مناطقهم وتسميم عقولهم بقضايا وخزعبلات تقدم فكر الجماعة العنصري وتوجهها الذي يمضي وفق أجندات تخدم أطماع إيران التوسعية في المنطقة. نعم، إذن سنتابع هذا التقرير ونعود إلى ضيوفي عبر الهاتف لمناقشة تفاصيل هذه الحلقة. بوتيرة عالية تتواصل أنشطة وفعاليات المراكز الصيفية في الساحل الغربي والمناطق المحررة في إطار تطبيع الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد دحر ميليشيات الحوثي الإرهابية التي عاثت في البلاد الفساد ودمرت كل شيء جميل. فعالية وأنشطة ثقافية من شأنها خلق وعي لدى الشباب وغرس قيم الولاء الوطني في قلوبهم وتحصينهم من الأفكار الضالة التي تسعى الميليشيات الكهنوتية إلى بثها في المجتمع، وتسميم عقول الأطفال والشباب خدمة لمشروعها الدخيل، وذلك من خلال تدعيم خبرات النشء والشباب وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم الثقافية والرياضية والتعليمية بعيدا عن الفكر العنصري الضيق وثقافة الموت. أطفال هنا يعيشون طفولتهم ويتلقون مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم المستقبلية وتحصيلهم العلمي وبما يسهم في رسم معالم المستقبل المشرق. فيما في الضفة الأخرى أطفال يحملون البندقية مكرهين وتدفع بهم ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى الموت بعد أن سممت عقولهم في مراكزها وما يعرف بدورتها الجهادية والثقافية. مساع حثيثة لاستعادة الحياة انطلاقا من المناطق المحررة والساحل الغربي وإعادة الاعتبار للتعليم والمؤسسات التعليمية بعد أن حاولت الميليشيات إفراغها من مضمونها وتحويلها إلى نقاط لتفريخ المقاتلين من الأطفال والشباب بعد أن ملأت قلوبهم بأحقاد وأفكار مغلوطة هدفها خدمة مشروع الجماعة السلالي الساعي لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وتكريس سلطة الإمامة الرجعية من جديد. أنشطة رياضية وثقافية متنوعة استهدفت شباب مديرية الخوخة وحيس والتوحيتة والدريهمي، تخللها العديد من المسابقات والمهارات الإبداعية الهادفة إلى إخراج الشباب والطلاب من الوضع الذي تعيشه تلك المناطق بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، ولا تزال آثارها الكارثية ماثلة في أجزاء واسعة من المناطق المحررة متمثلة بحقول الألغام التي زرعتها بكثافة وعشوائية لحصد أكثر عدد من الأبرياء. أهلا بكم، ينضم إلي الأستاذ إبراهيم أجعش مدير مكتب التربية رئيس المركز الصيفي في الخوخة. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. نعم، وأيضا ينضم إلي الدكتور محمد جميح الكاتب السياسي. دكتور مرحبا بك. دكتور محمد هل تسمعني؟ نعم، إذن هي أنشطة ثقافية متنوعة انطلقت من الساحل الغربي وبقية المحافظات المحررة، هدفها غرس قيم الولاء الوطني في نفوس النشء والشباب وخصوصا في المناطق التي عاشت الحروب والتي يعني عايشت الكهنوت لمدة
سنوات. سنسأل ضيوفي عن عدة تفاصيل في هذه الجزئية، وأيضا يعني كيف يمكن أن نحصن شبابنا وأطفالنا. دكتور محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا. نعم دكتور، يعني ثالث هدف من أهداف الثورة اليمنية التي قامت ضد الظلم والطغيان رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ما وجه الشباب بين اليوم والأمس ونحن نرى محافظات تعيش الكهنوت من جديد ومحافظات عادت للحياة من جديد؟ طبعا أخي العزيز، يعني قبل أيام كنت أشاهد مقطع قديم، مقطعا قديما لطلبة من محافظة صعدة في زيارة للبرنامج القديم صور من بلادي، لو تتذكر. نعم، هذا البرنامج. نعم. للأستاذ المرحوم محسن جبري. نعم. وكانت لمدرسة في رازح على ما أعتقد، والطلبة يهتفون للجمهورية ويهتفون للعلم وينشدون النشيد الوطني. يعني لا تعلم مدى التأثر عندما سمعت مثل هذا المقطع القديم في هذا البرنامج اليمني الشهير. وأنا أقارن اليوم بما يجري، أقارن ما شاهدت بما يجري الآن من تجهير للوعي ومن تجريف للعملية التعليمية للطلبة، ومن محاولات محمومة وسريعة وتنم عن جشع وسرعة في محاولة تغيير التاريخ، تغيير وقائع التاريخ، وتغيير يعني أسس الجمهورية والثورة، والتنكر لكل المحتوى الثوري الذي درسناه وتربينا عليه وتربت عليه أجيال منذ عام 1962 إلى اليوم. العجيب أن هؤلاء القادمين من المجاهد بالفعل، من مجاهد التاريخ، يريدون أن يغيروا التاريخ ويريدون أن ينشئوا تاريخا جديدا. طبعا لا يمكن أن تعكس النهر وأن تغير مجرى النهر، لكن بالطبع نحن سنعاني، لكن في الأخير لا يصح إلا الصحيح. والغريب أنهم يفعلون كل ذلك باسم الثورة وباسم الجمهورية حتى وباسم سبتمبر. يعني لا يتورعون عن أن يفرغوا سبتمبر العظيم من معناه باسم هذه الثورة العظيمة، ولا يتورعون من إفراغ الجمهورية من كافة معانيها باسم الجمهورية وباسم العلم الجمهوري، مع أننا نعلم أنهم كانوا مغصوبين برفع العلم. لا يوجد فيديو ولا صورة ولا مقطع من المقاطع لبدر الدين الحوثي أو لحسين الحوثي أو لعبد الملك الحوثي وهو يرفع العلم الجمهوري، إلا عبد الملك عندما دخلوا صنعاء، وعندما في خطاب الرئيس اليمني قال سنرفع العلم على جبال مران، مماحكة في اليوم التالي ظهر عبد الملك وإلى جواره العلم الجمهوري. قبل ذلك لم يظهر عبد الملك بالعلم، هم أصلا لا يعترفون بالجمهوري. ولذلك بعض الأقلام التي يعني تعبر حقيقة عن حقيقة هذا التوجه تأتي من فلتات هذه الأقلام، ما يشير إلى محتوى هذه الجماعة عندما يقولون بأن ثورة سبتمبر كانت انقلابا، وعندما يتحدثون عن عصر الأئمة ويذكرونهم بصفات دينية كبيرة من مثل عليهم السلام وكأنهم يرفعونهم إلى مصاف الأنبياء، وعندما يقولون فلان رضوان الله عليه، هذه الهالة الدينية والقداسة يريدون أن يسقطوها على عبد الملك الحوثي الذي يقولون إن الله أمر بتوليه. طبعا مسؤولية الأسر أن تكافح كل فكرة تأتي إلى أبنائها عندما تذهب إلى هذه المعسكرات. هناك بعض الأسر المجبرة على حضور هذه المعسكرات الصيفية، إرسال أبنائها إلى هذه المعسكرات من أجل المادة، لأنهم يحتاجون والجوع كافر كما يقال، لكن عليهم بالمقابل أن يتتبعوا أفكار أبنائهم بالتصحيح والمتابعة المستمرة، وأن لا ينحرف الأبناء يعني لا دينيا ولا جمهوريا. لأن يعني تقصد دكتور يستطيعون الجلوس معهم في البيت ويعني وتصحيح الأفكار المغلوطة؟ نعم نعم، تصحيح الأفكار، تصحيح المفاهيم. يعني ليس من العيب أن يجلس الأب إلى ابنه أو إلى ابنته أو الأم كذلك، إذا جاءوا بفكرة مغلوطة عن الثورة، عن الجمهورية، عن الشهيد الزبيري، وهم بالمناسبة لا يكنون له ولاء، وبعض حلقاتهم تفصح عن أن الزبيري كان من المفسدين في الأرض الذين خرجوا على الإمام
وما إلى ذلك. عندما يراد تشويه صور ثوارنا فعلى الأب وعلى الأم أن يشرحوا بأنه لولا الله سبحانه وتعالى ثم لولا ثورة سبتمبر العظيم لما شهدنا هذه لما شهدنا الجامعات ولما دخلنا المدارس ولما تعمرت صنعاء بهذا الشكل الذي بنته الجمهورية. صحيح أنهم يحاولون أن يقللوا من قدر الثورة وما قدمته للناس، لكن مقارنة بسيطة بين عهد الإمام وبين العهد الجمهوري اليوم لا يمكن أبدا إلا أن تكون في صالح الجمهورية. الجمهورية جاءت بكل يعني ليس بكل ما نطمح إليه، ولكن بكثير ما نطمح إليه من تعليم، من صحة، من مستشفيات، من مدارس، من طرقات، من بنى تحتية، من تواصل اليمن مع العالم الخارجي كان معزولا. لك أن تنظر إلى صور اليمنيين قبل 62 وإلى ملامح اليمن الجميلة اليوم في محافظات اليمن الخضراء، وإلى ما قدمته الثورة وما قامت به الأنظمة المختلفة رغم كل ما يمكن أن يقال عن فساد فيها وعن اختلالات وعن عدم استفادة الجوانب الأمنية، لكن لا يمكن بحال مقارنة العصر الجمهوري بعصر التخلف والإماء التي سالت. نعم دكتور ابقى معي إذا سمحت. دكتور محمد، ينضم إلينا الأستاذ خالد الأشبط مسؤول المراكز الصيفية بالساحل الغربي. أستاذ خالد مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. ما مدى الإقبال على المراكز التي تم إقامة الأنشطة الصيفية فيها؟ بداية شكرا لكم على اهتمامكم بمتابعة المراكز الصيفية، وحقيقة كلنا انبهرنا من عملية الإقبال على المراكز الصيفية ومدى وعي أولياء الأمور وكذلك أبناءنا الطلاب وسعيهم للتوجه إلى المراكز، حتى إن إحنا لم نستطيع أن نستقبل الكثير نظرا لإزدحامهم بالمدارس. ولذلك كنا نحتاج فتح كثير من المراكز في الساحل الغربي، لكن عملنا حسابنا على أنه لن يكون الإقبال بهذه الدرجة التي وجدناها. فطلاب الساحل الغربي كلهم يسعون للتوجه إلى هذه المراكز للاستفادة من الإجازة الصيفية، وأيضا لما وجدوا فيها من اهتمام بالطلاب. نعم، ما ردود أفعال المشاركين وأيضا أولياء الأمور، خصوصا وهم يعلمون أن أولادهم يعني سيعودون إلى منازلهم ومنازل أهاليهم محملين بالعلم والمعرفة والنشاط، على غرار من يرجع أولاد القبائل صور فقط بعد أن يتم زجهم في معارك ويتم قتلهم فيها؟ أخي العزيز، المراكز الصيفية بالساحل الغربي تختلف عن المراكز الصيفية الموجودة لدى جماعة الحوثي. المراكز الصيفية بالساحل الغربي تنمي قدرات ومواهب وتوعي شباب بحب الوطن والإخاء، وتسعى لإيجاد أخوة مشتركة، وأيضا توعي أبناءنا الطلاب من التطرف وحمل السلاح والكره للبعض، عكس يعني مراكز للحياة وليست مراكز للموت. هنالك فرق ما بين المراكز الموجودة بالساحل الغربي والمراكز الموجودة لدى جماعة الحوثي. نعم، يعني هم يجسدون شعارهم وأنتم تجسدون شعار بالروح بالدم نفديك يا يمن. شعارهم نعم، شعار الموت، شعار الوطن، شعار المحبة، شعار الإخاء، شعار الوسطية والاعتدال، شعار البناء، شعار الأمل والمستقبل، وليس شعار الموت وشعار الكراهية وشعار الطائفية وشعار المذهبية. هذا الساحل الغربي يسعى لخلق مجتمع وطني محب لكل أبنائه. نعم، ابقى معي أستاذ خالد. دكتور محمد، يعني ما دلالة ازدحام كما أورد الأستاذ خالد، يعني ازدحام الشباب على هذه المراكز حتى أنهم لم يستطيعوا استيعاب الأغلب من يعني حضروا إلى هذه المراكز؟
دكتور محمد. عفوا السؤال لي. نعم دكتور محمد، يعني الأستاذ خالد قال إن الشباب يعني وصلوا بكثرة، يعني تفاجأوا انبهروا من أعداد الشباب الذين وصلوا إلى هذه المراكز، حتى أن المراكز لم تستطع استيعاب الأعداد الكبيرة، ما دلالة ذلك دكتور؟ تقصد المراكز المقامة في الساحل الغربي؟ نعم نعم. طبعا أخي العزيز، يعني يعني نحن شاهدنا عندما دخل الحوثيون صنعاء وكانوا يذهبون إلى المدارس ويطلبون من الطلاب والطالبات في المدارس الابتدائية، دعك من المدارس الثانوية، نعم، يطلبون منهم ترديد الصرخة الفاجرة الكاذبة، يردد الأطفال بتلقائية بالروح بالدم نفسك يا من، ويرددون النشيد تردها، نعم، على أرضي وصيها. صحيح. فهذا يدل على أن هناك فطرة سليمة لدى الناس، وأنهم لا يمكن أن يتقبلوا هذه الأفكار المؤدلجة القادمة من وراء الحدود. أي فكر مؤدلج دخل إلى اليمنيين من وراء الحدود لأي جماعة كان، لأي حزب سياسي كان، الأيديولوجيا عندما تدخل في الدين هي تفسده، والأيديولوجيا عندما تدخل على الأدمغة الصغار فإنها تفسدهم وتجعل منهم في الأخير ألغاما وأحزمة ناسفة وبؤرا متوترة للمستقبل. ولذلك نحن أطرح هنا نقطة، أنه لا يجب أن نكتفي بالإشارة إلى خطورة المخيمات الصيفية التي يقيمها الحوثيون، ولكن يجب أن يكون هناك فعل، أن لا نكتفي بردود الأفعال، وإنما أن تكون هناك أفعال. إذا كانت هناك معسكرات صيفية لصالح الجمهورية فيجب أن يعني نحث الأطفال والناس إلى الزج بأبنائهم إليها، لأنها لن تكون سلالية، ولن تكون، لن تمجد أسرة بعينها، ولن تمجد قائدا بعينه، ولن تمجد شخصا بعينه، أو يعني تميل أو تنحاز إلى مذهب أو إلى طائفة بعينها. هذا هو الدين في الأصل. أما أن تأتي بالأطفال ثم تكرس فيهم بأن شخصا بعينه اختاره الله للناس، وأن شخصا بعينه هو الذي يستطيع أن يعني أن يغير أحوال الناس بين عشية وضحاها، فهذا نوع من الدجل والكهنوت والكذب. نعم دكتور، بما أنك يعني ذكرت قراءة الصورة، وأنت قد قرأت صورة قديمة في برنامج صور من بلادي كما ذكرت وتأثرت، اليوم وأنت تشاهد هذه الصورة وتشاهد صور الشباب في الساحل الغربي وهم يعني يقومون بفعاليات وأنشطة تبعث الحياة من جديد وتدعو إلى الحياة أيضا بعد كل ما تم خلال السنوات الماضية من حروب ودمار، ما الذي شعرت به وتبادر إلى ذهنك؟ طبعا أخي العزيز، هكذا ينبغي أن تكون المعسكرات. أنا وأنت ربما في السابق دخلنا في معسكرات صيفية أيام يعني في أعياد الثورة أو في المعسكرات الصيفية، كنا ننضم إلى معسكرات، ثم ونحن أطفال صغار، وعندما أيضا وصلنا إلى مرحلة الثانوية كنا ننضم في معسكرات ونذهب للمشاركة في احتفالات عيد الثورة، وعلى وجه الخصوص العيد العاشر للوحدة اليمنية. وهذه المعسكرات يعني كان ينضم إليها الكثير، ولم يكن أصلا لم يكن الناس يتميزون بأن هذا يحمل شعار وهذا يحمل شعار آخر. يعني عرفنا في هذه المعسكرات الأخوة. المعسكرات اليوم في الساحل الغربي تعكس هذه الروح، ولذلك يجب أن نكرس في الناس الذي يمكن أن يخلصنا من الاحتراب المذهبي، وهو حب الوطن، أننا جميعا ننتمي إلى وطن واحد، ننتمي صحيح. إلى أرض واحدة، ننتمي إلى أصل واحد، وليس بيننا ما يفرقنا. نحن في الأصل عرب، ونحن في الأصل يمنيون، ونحن في الأصل أهل لغة واحدة وثقافة واحدة، وبالتالي هذه الأفكار التي فرقتنا هي المستوردة. نعم. اليمنيون موحدون، الذي فرقهم هو الأفكار المستوردة، سواء جاءت هذه الأفكار من تطرف سني أو جاءت من تطرف شيعي، سواء جاءت من أفغانستان أو جاءت من إيران. هذه الأفكار التي يمكن أن نحذر الناس منها، لأنها هي التي أودت بمجتمعنا إلى الاحتراب اليوم، واستغلها الكثير ممن في أنفسهم مرض وحب للسلطة وحب للثروة، وضحكوا على الناس بها، ودجلوا بأنهم يدافعون عن الوطن وأنهم من أجل الوطن، وما هم إلا من أجل مصالحهم السياسية والاقتصادية. نعم دكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي الأستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني ونحن نرى هذه الصورة الجميلة ونرى الاصطفاف الجميل لهؤلاء الشباب، وأيضا نرى المدرسة التي بنيت في الزمن الجميل، تعود بنا الذاكرة إلى الزمن الجميل والزمن الجمهوري، يعني وتعود بنا
يعني الأفكار إلى إعادة الاعتبار للتعليم والمؤسسات التعليمية، ونحن نشاهد المدرسة بهذا الشكل الجميل. لماذا تضيق الميليشيات ذرعا بإعادة الاعتبار للتعليم والمؤسسات التعليمية؟ أخي العزيز، الميليشيات هي تسعى لتدمير التعليم وتسعى لتجهيل هذا الجيل، لأنها هدفها معروف ومشروعها معروف إنه ضد تعليم أبناء هذا الشعب. يريدوا أن يحصلوا التعليم في مجموعتهم لكي يبقى هذا الشعب عبدا لهم، وهذا الهدف الذي يريدوا تحقيقه. والدليل على ذلك يا أخي ما عملوا في الأربع سنوات أو والنص من تدمير العملية التعليمية، يعني أكثر من 2 مليون خارج المدارس، معلمين تم فصلهم، المدارس تم إغلاقها واستخدامها كمعسكرات، عملية تدريب للمعلمين أو تأهيل تم منعها واستبدلوها بدوراتهم الثقافية، سعيهم لتغيير المنهج، هذا عملية تدميرية أيضا للعملية التعليمية. هذا هدفهم، هدف معروف منذ أن دخلوا إلى المحافظات المسيطرين عليها، ولذلك يسعوا لتدمير العملية التعليمية من أول يوم دخلت هذه الميليشيات الوطن. نعم أستاذ خالد، كيف يمكن الحفاظ على الأطفال والشباب في مناطق سيطرة الميليشيات، الأطفال خصوصا يعني، وما هي رسالتك لأولياء أمورهم؟ أخير عزيز، الحفاظ على أبنائنا يتمحور في الاهتمام من قبل الحكومة الشرعية بالذات، وهي تتحمل المسؤولية. أول عامل عليهم صرف مرتبات المعلمين حتى يستطيع المعلمين مواجهة هذه الجماعة داخل المدارس. ثاني عامل أيضا حث أولياء الأمور على أن المشروع هذه الجماعة مشروع تدميري لعقول الأبناء، وإن رافض كل ما تطرحه في المدارس. أيضا على المجتمع الدولي أن يتحرك في ما تقوم بها هذه الجماعة من عملية تدميرية، وما تضمن كثير من المنظمات الدولية من حق التعليم للطفل في العالم، ولأن من مؤسسي الأمم المتحدة ومن أول المشاركين في هذه المنظمات التي تهتم بالتعليم. ولذلك كان من المفروض على الحكومة أن تتحرك بهذا الاتجاه وتحييد التعليم تماما عن الصراعات، حتى نستطيع حماية أبنائنا من هذه الجماعة ومشروعها الضرالي. يا الأستاذ خالد الأشبط، مسؤول المراكز الصيفية بالساحل الغربي، شكرا جزيلا لك. وينضم معنا الأستاذ عادل محمد حزام، المشرف الثقافي بالمركز الثقافي من المخاء. مرحبا بك أستاذ عادل. أهلا وسهلا. كيف شعر الشباب وأولياء أمورهم ويعني وأبنائهم يلتحقون بهذه المراكز الصيفية التي فيها يعني أنشطة ثقافية متنوعة، فيها دعوة للحياة؟ نعم، نرحب بكم ترحيبا عاليا أولا، ونشكر لكم مواكبتكم لهذه المراكز الصيفية الشبابية التي تقام تحت رعاية دائرة الشباب الطلاب للمؤتمر الشعبي العام والمقاومة الوطنية، والذي يستوعب هذا المركز في المركز الصيفي في المخاء حوالي 300 طالب لأربع مديريات، هي مديرية المخاء وموزع وباب المندب والوازعية. وفي الحقيقة أن هناك أمور لابد أو احتياجات لابد أن تلبى لهذا الطالب وفي هذه الفئة العمرية بالذات. أولا لابد من إكسابه مهارات لا يمتلكها، وثانيا تطوير وإضافات إلى مهارات وخبرات سابقة قد أمتلكها. لماذا هذا المركز؟ لأننا نريد لهذا الشباب أن نصحح أو أن نرسخ مفاهيم وطنية سامية ونبيلة يستطيع بها أن يواجه الأفكار الهدامة التي تريد أن تنأى بهذا الوطن أو تزج به في أثناء الحروب والفتن.
ولهذا كان لابد من إقامة هذه المراكز الصيفية. نعم، هل ستكتفون فقط بأربع مديريات أم ستتحركون لبقية المديريات؟ هذا المركز طبعا يعتبر المركز الأول، والمركز الثاني يقام في مديرية الخوخة ويضم كذلك المديريات المجاورة له، وهنا يعتبر أو هذا يعتبر بداية تأسيس لهذه المراكز الصيفية، وتعتبر الآن المراكز الوحيدة التي تقام في الجمهورية، وهذه طبعا جاءت بجهود جبارة وفي زمن قياسي جدا من تمويل وتشجيع العميد طارق محمد عبد الله صالح في إقامة مثل هذه المراكز الصيفية الشبابية للوصول إلى يعني رفع مستوى الحس والولاء الوطني للشباب وبنائهم جسديا وعقليا. طبعا ونحن نقوم بأكثر من نشاط في هذه المراكز، هناك الأنشطة المقامة رياضيا، منها كرة القدم، منها كرة السلة، منها كرة الطائرة، منها أيضا كرة التنس، كذلك لدينا أنشطة ثقافية تعليمية توعوية تمثل في القرآن الكريم في اللغة العربية، في اللغة الإنجليزية، في النحت والرسوم، الفنون أيضا كذلك، تقديم محاضرات توعوية، مسابقات ثقافية، كذلك المسرح والفنون، بمعنى استكشاف المواهب الواعدة بإذن الله تعالى. نعم، يبقى معي أستاذ عادل. أرحب بالدكتورة زينب المعوض عميدة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم. مرحبا بك دكتورة زينب. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. نعم، حتى تتضح أكثر لديك الصورة دكتورة، يعني هنالك الآن مراكز صيفية كما أورد ضيفي عادل وأيضا ضيوفي في المناطق التي تم تحريرها من الميليشيات الحوثية، تدعو إلى الحياة، يعني فيها كل ما يتعلق بتنشئة الشباب وإبعادهم عن الأفكار المغلوطة. بالمقابل هنالك في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات مراكز صيفية تدعوهم إلى الموت، يعني وتزج بهم إلى جبهات القتال. كيف يمكن حماية الأطفال والشباب برأيك في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وما أثر التنشئة التي يقوم بها الحوثيون والجماعات الإرهابية على الطفل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عملية التنشئة الاجتماعية للطفل وخاصة في المراحل الأولى من حياته دي بتأثر عليه طوال مراحل نموه التالية، وبالتالي لابد أن الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة يتم صقله وتنميته بمجموعة من المهارات والقدرات اللي بتساعده على استكمال حياته. طبعا موضوع السيطرة وتغيير الأفكار ده طبعا للأسف هو أسلوب ومنهج بتتم بيه عندكم الجماعات الحوثيين زي الجماعات الإسلامية اللي كانت في فترة من الفترات على مستوى العالم العربي، هي بتدس الأفكار التي تدعو إلى الجهاد وأفكار التي تدعو إلى الموت، وبالتالي لابد أن يكون في فكر مضاد لهذا الفكر. هذا الفكر المضاد لابد أن يعتمد على توعية هؤلاء الأطفال بحقيقة الإسلام، الدين الحنيف، الدين الوسطي، الإسلام الصحيح، وليس الأفكار المتطرفة. ليس هذا فقط من خلال المحاضرات أو من خلال اللقاءات مع هؤلاء الأطفال، ولكن لابد من وضع مجموعة من البرامج التثقيفية والبرامج الترفيهية لهذا الطفل. أيضا برامج تنمية دافع الانتماء للوطن. الانتماء للوطن لابد أن يكون الطفل ينمى لديه من خلال أنشطة، على سبيل المثال زي معسكرات الخدمة العامة مثلا، أو الأنشطة اللي هي بتتم من خلال معسكر اليوم الواحد، أو نظافة البيئة، أو مشروعات التشجير. بنبدأ إحنا في مرحلة الطفولة المبكرة لما بننمي في الطفل حبه للمكان بتاعه، انتمائه للمدرسة، انتمائه للبيئة، انتمائه للنادي بتاعه، انتمائه لأسرته، من خلال مشاركته في مجموعة من الأنشطة ده بينمي فيه لديه حب الانتماء. بعد ما بننمي حب الانتماء لدى هذا الطفل ببدأ أدخل في موضوع تغيير الفكر العقائدي اللي هو غير سليم اللي تم بس في هؤلاء الأطفال. طبعا عندنا أنشطة متعددة وكثيرة جدا، هذه الأنشطة سواء كانت أنشطة فنية، أنشطة رياضية، أنشطة علمية، من خلال الرسم، من خلال الرحلات، من خلال معسكرات العمل والأنشطة، ممكن نحن نقدر نغير هذا الفكر المضاد للفكر المتطرف. يعني هنالك يعني قدرة على إخراج الطفل مما علق بأفكاره. طبعاً الطفل، نعم. الطفل كم الوقت دكتورة؟ دكتورة كم تعتقدي الوقت المناسب يعني
لغسل الأفكار المغلوطة التي علقت في أذهان الأطفال والشباب بعد تحرير المناطق من الميليشيات الحوثية وأيضا الجماعات التي ذكرتها، الجماعات الإرهابية؟ من خلال طبعا الدراسات اللي أجريت، مرحلة تغيير اتجاهات وعقائد الأطفال بتبقى بشكل سريع جدا. يعني ممكن من خلال برنامج مكثف يتراوح ما بين 3 إلى 6 شهور ممكن أنا أغير هذا الفكر المتطرف، لأن الطفل في هذه المرحلة هو قابل للتغيير وقابل للتعديل، وخاصة لو شاف قدامه قدوة حسنة. أنا لما أديله نماذج من المجتمع، نماذج محببة من خلال نجوم رياضة، نجوم ثقافة، وشايف هذا القدوة اللي قدامه، الطفل من النوع اللي يقبل التغيير بصفة سريعة جدا. بالعكس ده هو هيبقى أفضل لو أنا أبدأ مع هذه المراحل الطفولة المبكرة، أفضل من بعد كده لما هذا الطفل يكبر يبقى ليه مرحلة المراهقة وتمردها أو في مرحلة الشباب. وبالتالي من خلال برامج مكثفة زي ما بقول لحضرتك لا تزيد عن 6 شهور في حد أقصى، يقدر ممكن نحن نقول إنه هذا الطفل أصبحت أو قادرين على تغيير هذا الفكر الغير سليم أو غير سوي لتم بثه في عقيدة هؤلاء الأطفال. ما رسالتك لأولياء الأمور بما يحمي أولادهم من هذه الأفكار المغلوطة وأيضا المتطرفة؟ طبعا بالنسبة لأولياء الأمور، مش أولياء الأمور بس، مع احترامي احنا بنقول عليها المربيين، بتشمل المدرسين في المدارس، بتشمل الأخصائيين الاجتماعيين، بتشمل الآباء، بتشمل الأعمام الأجداد، كل ما له علاقة باحتكاك مباشر مع الطفل. أيضا وسائل الإعلام، يعني مش الآباء والأمهات، لأنه طبعا حضرتك عارف إنه كان زمان الأب والأم أو الأسرة هي المسؤولة عن تنشئة الطفل، لكن دلوقتي للأسف بقت وسائل الإعلام من التلفزيون، من فيس، من انترنت، كل الحاجات دي أصبحت تأثر على فكر الأطفال وفكر الشباب أكثر من تأثير الأسرة. وبالتالي لابد أيضا تكون في برامج موجهة عن طريق وسائل الإعلام، التلفزيون، المسلسلات، البرامج اللي بتتم على مستوى واسع من خلال قصور الثقافة لو احنا هنتكلم على نطاق ضيق، بالإضافة طبعا إلى دور الأب والأم إنه يبدأ يتعمل برنامج إرشادي لهؤلاء الفئات دي كلها، الآباء والأمهات والمربيين والمدرسين، بحيث إن احنا من خلال هذا البرنامج مش هيقدر شخص واحد ينفذه أو ما أقدرش أعتمد على شخص واحد فقط، ولكن لازم من خلال فريق عمل يشارك في تنفيذ هذه البرامج. نعم، يبقى معي دكتورة إذا سمحتي أعود إلى ضيفي عادل، الأستاذ عادل. الأستاذ عادل، يعني المناطق والمديريات التي خصوصا التي أقيمت فيها المراكز الصيفية عاشت سنين من الحروب والتدمير، ما دلالة عودة الحياة من جديد إليها؟ أولا أشكر لكم توفقكم في اختيار المصطلح الدقيق وهو العودة إلى الحياة، وتشبيه هذه المخيمات بعودة هذه المديريات وهؤلاء الشباب إلى الحياة. يعني فعلا كذلك أقدر وأشكر كلمة الأستاذة القديرة والدكتورة العزيزة والتي أوردت أنه من 3 إلى 4 شهور فعلا في مسألة التغلب على هذه الأفكار. وأيضا أضيف إلى ذلك أنه ما يساعدنا في هذا الاتجاه أنه لا يوجد قبول لهذا الفكر أصلا، لا يوجد قبول لهذا الفكر أصلا، وبالتالي فهناك إمكانية كبيرة في الإسراع من هذا التغيير إلى الأفضل وإلى أعود مرة أخرى إلى سؤالك لو سمحت. نعم، كنت سألتك عن أن المناطق والمديريات في الساحل الغربي عاشت سنين من الحروب وأيضا التدمير، ما دلالة عودة الحياة من جديد؟ دلالة عودة الحياة تتمثل في الإقبال، في الإقبال على هذه المراكز الصيفية وفي فئات عمرية مختلفة، مما يدل على أن هناك يعني رغوب في دحر ما علق في أيضا إقبال كبير على المراكز. نعم، إقبال كبير أستاذ عادل على المراكز. نعم، كما أورد. نعم، الأستاذ نعم، خالد. نعم، الأشبط. نعم، إقبال كبير على المراكز، وما زلنا لحد هذه اللحظة ونحن نستقبل، رغم أننا يعني حاولنا أن انتهت عملية الاستيعاب والاستقبال، إلا أن كثرة الاستقبال جعلتنا لا نرد أحد، يعني ونحاول أن نستوعب أكثر من طاقة المركز، وهذا دليل على أن هناك في رغوب
هي دحر ما علقت الدهون والانطلاق إلى الحياة بمفاهيم جديدة، بمفاهيم تركز على ماذا يعني وطن وماذا يعني الولاء الوطني وكيف يتعمق ويترسخ في عقول الشباب وهذا النشأ حتى يستطيع أن يقاوم كل ما يمكن أن ينحرف بفكره إلى حقائق مزيفة. نعم، الأستاذ عادل محمد حزام المشرف الثقافي بالمركز الثقافي من المخا، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى ضيفتي الدكتورة زينب. دكتورة زينب، وهو سؤالي الأخير، ما الطرق المناسبة والناجعة لإعادة الأطفال للطريق الأنسب؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك، طبعا أنا بحيي زميلي التفضل بالحديث، أنه لابد من برامج مكثفة. ما هي البرامج المكثفة؟ برأيك؟ على سبيل المثال هنعمل الأنسب فالأنسب، يعني الفكرة مش برامج، مش مجرد كلام أو مجرد حوار أو مجرد ندوات، ولكن في مرحلة الطفولة المبكرة لابد أن الطفل يمارس أنشطة. يعني لما أنا أعمل له نشاط لغرس حب الوطن، لانتماء، إن هو يقدر يعمل نظافة في المنطقة اللي بتحب دي، النظافة في الأندية دي نفسها، يعني فهو ينمي لدي حب الانتماء لهذا المكان. لما أعمل له زيارات على المعالم السياحية اللي موجودة بتاعة البلد، يقدر يعرف إنه في أماكن موجودة هنا بتقدم خدمات، بتقدم برامج، ده بيزود فيه حتة الانتماء، ان هو بيشوف صورة اخرى جميلة للوطن، مش الصورة دايما المغيبة اللي تم بثها له. لما يعمل نشاط معين ويشترك فيه، لو انا عملت على سبيل المثال تشجير، مجرد تشجير لمنطقة معينة او لشارع معين، هو بيحس ان الشجرة دي بقت بتاعته، فيهتم انه يحافظ عليها. فانا هنمي فيه الشكل الجمالي اللي هو يبقى حاسس ان المكان ده بتاعه، ده بيزود حب انتمائه لهذا المكان. برامج اخرى زي موضوع الرحلات، الرحلات لو انا عملتها في مراكز او عملتها في برامج في اماكن ترفيهيه او اماكن ثقافيه معينه، يتقدم له عرض فيلم سينمائي، يتقدم له عرض مسرحي لمسرح عرائس او الحاجات دي كلها، بحاول ان انا اوري له شكل اخر للحياه اللي هو ما كانش شايفها. لان حضرتك عارف الفكر للاسف الجامعات المتطرفه بتحس انها دايما بتنمي فيه فكر الظلام، يعني دايما الموت والانتحار والحياه، او زياره والموت. المقابر دكتوره، يعني هنالك زياره للمقابر، يعني زياره المقابر حتى دينيا هي محرمه يعني. لكن انا اعمل على العكس، لما اخليه بقى يزور حديقه عامه، يزور مسرح طفل، يزور يشوف عرض مسرحي، عرض سينمائي، فبيبدا يشوف شكل اخر للحياه غير الصوره السوداء. يعني تقصدي دكتوره كل ما يدعو للحياه؟ بالضبط. نعم. بالضبط، وهي دعوه الله في الارض، الحياه واعمار واعمار الارض. بالضبط. ايوه نعم. نعم. الدكتوره زينب معوض، عميده كليه الخدمه الاجتماعيه بجامعه الفيوم، شكرا جزيلا لك، والشكر لكل ضيوفي في هذه الحلقه وللمشاهدين الاعزاء، في امان الله.